بدأ متطوعون فلسطينيون في وضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات في الحرم القدسي لاستقبال شهر رمضان، ويتدفق عادة عشرات الآلاف من المصلين المسلمين إلى القدس لأداء الصلاة في الحرم القدسي، ويحل شهر رمضان هذه السنة وسط توترات متصاعدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث قتل ما لا يقل عن 83 فلسطينيا في مداهمات إسرائيلية على الضفة الغربية منذ بداية العام. وخلال الفترة نفسها قتل 14 إسرائيليا في هجمات فلسطينية، وتعد موجة العنف الحالية الأسوأ بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية منذ سنوات، وقتل ما يقرب من 150 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس الشرقية في عام 2022، ما يجعله العام الأكثر دموية في تلك المناطق منذ عام 2004 وفقا لمنظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية الرائدة. في العادة ننظم كل عام وفود والعديد من شد الرحال والباصات والحافلات إلى المسجد الأقصى لتزيينه وتنظيف ساحاته استعدادا واستقبالا لشهر رمضان. حصيلة الحافلات لهذا العام 186 حافلة، الحمد لله رب العالمين، فيها العديد من النساء والأطفال والشباب وحتى الشيوخ شاركونا في هذا اليوم العظيم المبارك. نحن اعتدنا كل عام بدعم أهلنا في الداخل الفلسطيني ليلب النداء ويهب لدعم الاقتصاد المقدسي أيضا. نعم، نريد لهذا الشهر أن يكون شهر عبادة تعظيم لله عز وجل، أن نأتي بأمن وأمان نؤدي شعائر ديننا الحنيف، نأتي إلى مسجدنا، يعني هم الدخلاء على هذا المكان، من الطبيعي للإنسان المسلم أن يأتي لمسجده.